مساء الخير على كل مشاهدينا البوابة نيوز في كل مكان في برنامجكم حكاوي المعز، وبالتحديد من معرض شاب بدأ المشروع ب4000 جنيه. نموذج يفتخر به، معرض فيه كل حاجة حلوة. مش هطول عليكم، رحبوا معايا محمد سليم. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الجمال والابداع اللي انت عامله في المعرض عندك؟ تمام شغل يعني. منين جات لك الفكره يا محمد اللي انت تعمل المعرض ده، والفكره والصور والكتابه على كل حاجه موجوده عندك هنا؟ هي من ساعه ما كنت بدرس في الكليه، انا بحب الحاجات المعموله بالهاند ميد والحاجات اللي بتخص الديكور وشغل الزينه والحاجات زي كده. ايه هندسه معمار. فلما يعني انت مخلص هندسه وسبت الهندسه واتجهت للمعرض والشغل ده؟ لا شغال مهندس زي ما انا. دي حاجه اضافيه. الشغل لا بلاقي فيه نفسي، بحب انا شغل الديكور والحاجات اللي زي كده. لما خلصنا منطقه المعز منطقه جميله حيوية. جدا وحيويه، والذوق ده منتشر فيها جدا ومقدر من قبل الناس، يعني الحاجات المعموله بالايد والحاجات اللي زي كده. يعني تكلفه المعرض اللي انت فتحته ده محمد عامل كام؟ هي مش تكلفة كبيرة، لأن الموضوع في الأول وفي الآخر قائم على شباب، يعني هم اللي بيعملوا الحاجة، زائد إن في الأول الشغل بتاع الحاجات ديت ما بيبقاش محتاج تكلفة كبيرة، يعني 3-4 آلاف جنيه بكتير تقدر تجيب بيهم الماتيريال اللي بتشتغل، وبعد كده بمرور الوقت الدنيا بتمشي. الأسعار هنا في المعز غالية ولا في متناول الجميع؟ بالنسبة لسلع زي ديت ولا بالنسبة للسلع اللي عندك، الصور، بالنسبة للكتب، بالنسبة لكل حاجة عندك؟ مؤخرا بقت الأسعار بقت كويسة نتيجة إن في حاجات كتيرة فتحت ومنطقة المعز اتشهرت، فبدأ فيها إقبال والحركة التجارية بدأت تكبر، فالتنافس بيزيد، فالأسعار بتقل يعني بمرور الوقت. فأظن الأسعار لا في متناول وبسيطة. المعز بقى منطقة معروفة خلاص على المستوى، مش مصر بس، على مستوى الوطن العربي، حتى أجانب كتير بيجوا يسألوا وعارفين الشارع من بره، فالحركة التجارية بقت زادت فيه وبقت كويسة. بما انك قاعد في شارع المعز وعندك مشروع في شارع المعز، شارع المعز بيتميز بايه؟ ايه الحاجة اللي بتميز المعز هنا؟ المساجد اللي فيه دي اكتر حاجة مشهورة. المساجد اللي فيه، وبعد كده لو اتكلمنا على الحاجات التجارية، الحاجات الهاند ميد العربية الاسلامية القديمة يعني. ايه اللي هو ناقص المعز؟ ناقص شارع المعز بالتحديد؟ الرقابة. الرقابة؟ يعني الرقابة عن ايه؟ يبقى فيه اهتمام اكتر من الحكومة، من الاهالي اللي ساكنين في المنطقة، من الجهات المسؤولة عن تأمين الشارع، الحاجات اللي زي كده. يعني زي وزي اي منطقة سياحية، لو زاد الاهتمام بيها يزيد النشاط فيه وهكذا. كلمة تحب توجهها لكل شاب عايز يفتح مشروع في بدايته، تحب تقول لهم ايه؟ بما انك فتحت مشروع تكلفته 4000 جنيه فقط وبيدخل ربح دلوقتي. الموضوع بس عايز في الاول فكرة كويسة، الواحد يجتهد ويبقى عنده صبر عليها وما يزهقش في الاول، بمرور الوقت هيلاقي ان ربنا بيديله. حبيبي محمد، شكرا جدا لحضرتك.